كابتن كابتن لو سمحت. وقف يا ابني الاغاني دي. عمر يا حبيبي، كنت عايز اتمرن واطلع العضلات بسرعه، وسمعت ان انتوا بتضربوا كرياتين كده يعني ولا مؤاخذه، فكنت عايز اعرف ايه هو الكرياتين ده. انت جيت للشخص الصح. الكرياتين دي ماده موجوده في الجسم بشكل طبيعي، بتشبه الاحماض الامينيه في تركيبها لكنها مش حمض امين. الماده دي بمثابه سلك الكهرباء اللي بينقل الطاقه للجسم. الجسم بيحتاج من 2 ل 3 جرام من الكرياتين في اليوم. نص الكميه دي بياخدها بصوره مباشره من اللحوم، والنص الثاني بياخده من اللحوم برضو لكن بطريقه غير مباشره، عن طريق ان هو بياخد البروتين اللي موجود في اللحوم ويصنع منه الكرياتين في الكبد. لو جيت تبص للحمه هتلاقي ان كل كيلو جرام من اللحمه بيحتوي على 4 جرام من الكرياتين. يعني انت عشان تاخد الكميه بتاعتك من الكرياتين محتاج تاكل يوميا على الاقل نص كيلو لحمه، ده في حاله ان الجسم بتاعك مش بيصنعه، لكن الحمد لله جسمك بيصنعه. طب وظيفته الكرياتين ده وازاي بيشتغل؟ زي ما قلت لك ان الكرياتين هو سلك الكهرباء اللي بينقل الطاقه للجسم. الطاقه اللي بيستهلكها الجسم بتبقى عباره عن مركب كيميائي اسمه الاي تي بي او الادينوزين ترايفوسفيت، وده بيبقى عباره عن مركب مرتبط بثلاث مجموعات فوسفات، واحده منهم بتفك عن المركب عشان تطلع الطاقه اللي بيحتاجها الجسم. الكرياتين بقى بيعمل ايه؟ كل ما تتفك فوسفاتيه من جذور الاي تي بي، الكرياتين يروح يجيب فوسفاتيه مكانها عشان يعوض النقص ده. تتفك الفوسفاتيه وتطلع طاقه، الكرياتين يروح يجيب واحده تانية عشان يعوض النقص ده، وهكذا. معنى كده ان كل ما كتر الكرياتين في الجسم كل ما كانت الطاقه المتاحه للجسم اكتر. عشان كده لاعبي كمال الاجسام بياخدوا الكرياتين كمكمل غذائي، ده بيساعدهم ان هم ما يهبطوش بسرعه، وبيساعد العضله على الاستشفاء السريع. معلش يعني اخد منه قد ايه، وافضل ميعاد يتاخد فيه الكرياتين ده امتى؟ الكرياتين مده بقائه في الدم قصيره لا تتخطى 3 ساعات، بعد كده الكليه بتنقم الدم وتخرجه في البول وترجعه لمستواه الطبيعي. عشان كده لاعبي كمال الاجسام اللي بيتمرنوا يفضل ان هم ياخدوا الكرياتين قبل التمرين بساعه او ساعه ونص. في البدايه لو انت بتاخد الكرياتين لاول مره هتاخد منه كميه كبيره بيسموها اللودنج دوز او جرعه التحميل، ودي بتبقى من 12 ل 24 جرام يوميا لمده اسبوعين. بعد كده بتاخد الكميه الطبيعيه من الكرياتين اللي هي بتبقى من 2 ل 5 جرام، ويفضل انك تاخد 2 جرام في ايام الراحه وال 5 جرام في الايام اللي انت بتتمرن فيها. طب هل الكرياتين ده امن وكويس ولا هاخده ويموتني؟ منظمه سلامه الغذاء الاوروبيه اقرت ان 3 جرام من الكرياتين يوميا ما لهمش اي ضرر على الاطلاق. في دراسه تمت سنه 2003 على لاعبي كمال الاجسام بياخدوا كرياتين لمده 21 شهر، وفي النهايه اختبروا لاعبي كمال الاجسام ما لقوش اي اثار جانبيه تمت على الكلى اطلاقا. دراسه ثانيه عملوها سنه 2008 برضو على لاعبي كمال الاجسام بياخدوا كرياتين كل يوم لمده 3 شهور، بعد كده عملوا لهم فحص ما لقوش للكرياتين اي اثار جانبيه. من الاخر معظم الدراسات اللي اتعملت كانت في صالح الكرياتين، لكن في توصيات من باب الاحتياط بيقولوا ان كميه الكرياتين اللي بتتاخد يوميا ما تزيدش عن 5 جرام. يعني اول ما ياخده كده هيكبر العضله كده وينفخها؟ لا، الكرياتين ما بيكبرش العضله، الكرياتين بيزود المتاح من الطاقه اللي بيخليك تقدر تتمرن فتره اطول من غير ما تهبط، وبالتالي العضله بتكبر. حاجه ثانيه حابب اقولها لك ان 98% من الكرياتين بيبقى موجود جوه الخليه العضليه، بالتالي تركيزات المواد جوه الخليه العضليه بيبقى اكبر من بره الخليه العضليه، وده بيسحب للميه من بره الخليه لجوه الخليه، فبيزود لي حجم الخليه العضليه بسرعه وهميه. الخليه العضليه دي بتفقد الميه وبتقل في الحجم بمجرد ما تبطل كرياتين، فانت لو عايز تستفيد اقصى استفاده من الكرياتين لازم تتمرن وانت بتاخد الكرياتين. طب هو البنات ممكن ياخدوه؟ البنات ممكن ياخدوه عادي بدون اي مشاكل، لكن الكميه اللي بتبقى محتاجها البنات بتبقى اقل لان الكتله العضليه عندهم بتكون اقل. معلش يعني استفتر زين بعد اذنك، انت عمال تديني في نصايح تديني في نصايح تديني في نصايح، ومش شايف يعني في جسمك عضله واحده توحد ربنا؟ عشان انا لا كابتن ولا بضرب كرياتين، انا واحد بتاع كيمياء حيوي يا حبيبي، واحنا هنا بنمثل، ويلا بقى عشان صدعتني.